استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل في مجلس سموه العامر بالاستبلاط الملكية للقدرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، الذي قدم لسموه أفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بمناسبة تحقيق المنتخب إنجازا جديدا وغير مسبوق بالحصول على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات برونزية ببطولة آسيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بجمهورية سنغافورة. وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المنتخب الوطني بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز بالنسخة الأولى لبطولة آسيا، معربا سموه عن فخره واعتزازه بهذه النتيجة المتميزة التي حققها أفراد المنتخب في هذه المشاركة الدولية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 62 مقاتلا ومقاتلة من 15 دولة من مختلف بلدان العالم، والتي أكدت ما وصلت إليه هذه الرياضة من مستوى متطور في وقت قياسي بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة البحرينية، مؤكدا سموه أن الدعم سيتواصل من أجل تطوير وارتقاء هذه الرياضة بما يسهم في تحقيقها المزيد من النتائج المشرفة في المشاركات القادمة، لا سيما على صعيد بطولة العالم للهواء التي ستحتضنها مملكة البحرين في نوفمبر القادم، مشيدا سموه بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعاية ودعم هذه الرياضة التي أسست الأرضية الصلبة ومنحت الشباب الأجواء المثالية لممارساتها، مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الداعمة لمواصلة التطوير والبناء والنهوض بهذه اللعبة. من جانبه قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: إننا نثمن استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لأفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواء، والذين شرفونا ورفعوا علم مملكة البحرين عاليا في البطولة الأسيوية، مضيفا سمو أن استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد للأبطال علامة واضحة على حرص واهتمام سموه بدعم الرياضيين. وأضاف سمو: هذه النتيجة غير المسبوقة والتي تحققت عن جدارة واستحقاق علامة واضحة على إصرارهم الكبير في تشريف مملكة البحرين ورفع علمها عاليا بين الدول المشاركة في هذا المحفل الرياضي الدولي، والذي يقام لأول مرة على مستوى قارة آسيا، والذي يعزز ما وصلت إليه رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من تقدم واضح في المستوى والنتائج، مشيرا سموه إلى أن المنتخب تنتظره مشاركة هامة تتمثل باستضافة المملكة لمنافسات النسخة الرابعة لبطولة العالم للهواة في الفترة من بين 12 إلى 19 من نوفمبر القادم، والتي تحتاج لتحضيرات جادة وقوية من أجل مواصلة العروض القوية لتحقيق النتائج المشرفة. وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المقاتلين على هذا الإنجاز، مشيدا سموه بالمستويات الكبيرة التي قدموها في المنافسات والتي نجحوا خلالها من اعتلاء منصة التتويج في هذا التجمع الرياضي الدولي الذي شهد للمرة الأولى عزف السلام الملكي البحريني بعد حصول المقاتل عبد المناف محدبوف على الميدالية الذهبية، وحصول مقاتلي المنتخب حسين عياد ومحمد عباس ونايف فكري على الميدالية البرونزية، متمنيا سموه في الوقت ذاته للمقاتلين دوام التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة، مشيدا سموه بالدور المتميز الذي قام به الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في تهيئة كافة الظروف المناسبة للاستعداد الأمثل للمشاركة الأسيوية، والتي حقق من خلالها المنتخب هذه النتيجة المشرفة.